أهلا بيكم من جديد. 151 طالب من الطلاب الأجانب اللي بيدرسوا في الأزهر الشريف فازوا في المسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب مواهب وقدرات تحت شعار تنمية واستدامة. الحقيقة إن في دور مهم واستثنائي بيقوم بيه مركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في الأزهر الشريف، زي التجديد في الفكر الديني وتخريج طالب وسطي مستنير قادر إن هو يواجه أصحاب الأفكار المتطرفة، وده بيبقى بالحجج والبراهين والأدلة، وكمان إنه بيرعوا مواهب أو بيتم رعاية المواهب القوية في تلاوة القرآن الكريم والخطابة. وعشان كده النهاردة هنقدم لكم واحد من الطلبة اللي حصلوا على المركز الأول في الصوت الحسن لتلاوة القرآن بالمسابقة، وهو الطالب سجاد عبد الله من أندونيسيا، والطالب ده بالفرقة الرابعة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. أما بقى عن دور وأهمية المركز فهيكلمنا عنه بالتفصيل الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين الأجانب بالأزهر الشريف وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين. أهلا وسهلا بيكم وصباح الخير عليكم. أهلا بيك يا دكتورة، منورانا. منور سجاد، ألف ألف مبروك. شكرا لك. سجاد، أنت موجود في مصر بقالك كام سنة؟ 5 سنوات. يعني 5 سنوات. نعم. بتدرس في المعهد؟ لا، في جامعة الأزهر. في جامعة الأزهر القاهرة. وبتعمل إيه بقى في ال5 سنوات؟ يعني ندرس في المجالس مع مشايخ في الأزهر الشريف جامعا وجامعة إن شاء الله. إن شاء الله. عظيم. دكتورة، عايزين نتكلم عن دور المركز. احنا بنتكلم دلوقتي إن في 151 طالب من الوافدين فازوا في المسابقات، وإيه هي المسابقات دي؟ تمام. هو في الحقيقة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب يقدم العديد من الأنشطة والمسابقات والفعاليات، ومنها هذه المسابقة التي كانت يعني بالأمس القريب، مسابقة مواهب وقدرات، والتي جاءت تحت عنوان تنمية واستدامة، وكانت في العام الماضي تحت شعار تنوع وتعايش، بما أن هؤلاء الطلاب الوافدين من عندنا في الأزهر من 137 دولة يدرسون في رحاب الأزهر، فكان لابد أن يكون هذا الشعار، لأنهم يلتقون جميعاً وهم مختلفي الثقافات، مختلفي البلدان، مختلفي الصفوف الدراسية، يلتقون تحت هذه المسابقة التي كانت تنوع وتعايش. أما في هذا العام فجاءت تحت تنمية واستدامة، لأننا أردنا أن تكون هذه المسابقة فعلا مستمرة إن شاء الله، وفي كل مرة يتم إضافة فيها بعض الأشياء. جاءت هذه المسابقة في 16 فرعا من فروع المسابقة، كان أولها القرآن الكريم، القرآن كاملا، وثلاثة أرباع القرآن، نصف القرآن، ربع القرآن، كانت في الأصوات الحسنة. كل حاجة من دول مسابقة مستقلة. نعم بالفعل، لكن هي مسابقة القرآن، والقرآن مجزأ ولها لجنة تحكيم. أيضا مسابقة الأصوات الحسنة، مسابقة الشعر، الخطابة، فنون الكتابة بما فيها المقال والقصة والرواية، التصوير الفوتوغرافي، الرسم والزخرفة، الأشغال اليدوية، براعة التحدث باللغات الأجنبية، الترجمة، يعني وغيرها من المسابقات التي حاولنا من خلال هذه المسابقة أن نكتشف مواهب الطلاب الوافدين وأن نفجر تلك الطاقات التي عندهم باعتبارهم مغتربين. فلم يكن الأزهر فحسب لقاعات الدراسة والعلم، وإنما أردنا أن نصنع إنسان، وصناعة الإنسان هذه تحتاج إلى جهود كبيرة. مظبوط. أكيد. فكانت جميع هذه الأنشطة ثقافية، وكان أيضا عندنا كأس الأزهر للوافدين، هذا كان نشاط رياضي، كان هذا النشاط ضم 6 بطولات، كرة القدم والسلة واليد، فليس النشاط الثقافي فحسب، وإنما العديد من الأنشطة الكثيرة التي يقدمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب. أكيد. سجاد، يعني خلينا نقول إن سجاد بيتحدث اللغة العربية الفصحى وبيتفهمنا كويس، فسجاد خلينا نتكلم أو دعنا نتكلم عن رحلتك لمدة 5 سنوات في الدراسة في جامع الأزهر وجامعة الأزهر الاثنين في نفس الوقت، وإزاي وصلت للمستوى اللي أنت وصلت له في التلاوة. نعم، الحمد لله، شكرا على هذه يعني الفرصة الثامنة. أهلا وسهلا. الحمد لله، أنا الأول في وصلت في مصر سنة 2017، ودخلت في دورة اللغة في مدينة نصر حي السادس، وسنة هناك درست يعني اللغة العربية جيدا لكي سألتحق إلى جامعة الأزهر الشريف، والحمد لله
الأول البداية في جامعة الأزهر سنة 2018، دخلت في كلية أصول الدين الحمد لله. أخذ القسم التفسير أصول الدين الحمد لله، وأنا شاركت المسابقة كثير في مصر منذ 2018، ولكن الحمد لله الآن أول مسابقة في الأزهر الشريف، والحمد لله أنا حصلت في المركز الأول في أصوات الحسنة لتلاوة القرآن الكريم. طيب نسمعك بقى، والناس عايزة تسمعك وأنت تقرأ قرآن. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء صدق الله العظيم. ما شاء الله، فتح الله لك وعليك. طيب دكتورة نهلة، عايزين نعرف بقى كيف يتم التعامل مع طلبة زي سجاد، وإزاي نقدر نخرج طالب على نفس المستوى؟ والله أدركنا هذا، أن هؤلاء الطلاب فعلا موهوبين في أشياء كثيرة جدا، فجاءت فكرة هذه المسابقة، ولما وجدنا هذا العدد الضخم الكبير في مختلف المواهب وهذه القدرات المتنوعة، تقدمنا بطلب لفضيلة الإمام الأكبر بإنشاء أكاديمية مواهب وقدرات للطلاب الوافدين، والحمد لله تمت الموافقة على هذه الأكاديمية، وفي هذه الفروع التي فاز فيها الطلاب وفي غيرها مما يستحدث من الفروع القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله نبدأ العمل فيها قريبا لنستوعب هؤلاء الطلاب، لأن الطلاب منهم من هو موهوب بالفعل ولكنه يحتاج إلى يعني من يوجهه إلى أستاذ، نعم، ومنهم من هو على أعتاب هذه الموهبة، عنده الموهبة ولكنها تحتاج إلى ضربة وميران وصقل لهذه الموهبة. فإن شاء الله فصول هذه الأكاديمية سيكون فيها أساتذة متخصصون كل في فرعه، ويتم إلحاق الطلاب بها إن شاء الله. هذا على صعيد المواهب والقدرات التي لدى الطلاب. أيضا معظم الطلاب الذين فازوا معنا في مسابقة القرآن الكريم كانوا من خريجي مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن، وهذه المدرسة يعني منذ عام تقريبا، وولدت في الحقيقة مدرسة عملاقة جدا، يعني منذ أن افتتحنا هذه المدرسة وجدنا إقبال الطلاب من داخل مصر ومن خارجها إقبال غير عادي. وكانت شروط فضيلة الإمام أن يدرس في هذه المدرسة من اختبر من قبل لجنة تحكيم على مستوى عالي، وهم لجنة مراجعة المصحف في مجمع البحوث الإسلامية. عظيم. فتم عقد اختبارات كلها لطلبة جامعة الأزهر فقط؟ لا، للطلاب الوافدين سواء كانوا من تعليم قبل الجامعي أو الجامعي، بشرط أن يكون يعني إقامته في مصر إقامة، حتى لو طالب وافد لكن له إقامة يعني. نعم. هم من داخل الأزهر.
فهذه المدرسة كانت عبارة عن فصول متنوعة فيها جزء عامة، فيها أيضا ثلاثة أرباع القرآن، نصف القرآن، مستويات. نعم، وكل طالب له ملف ويتم متابعة الطالب أولا بأول وإلى أن يتم الجزء المطلوب منه. فحافظنا أولا على أن تكون مستويات الطلاب، لأن حفظ القرآن شيء أساسي في الأزهر الشريف طبعا. فضمننا لهم أن يكون في نهاية العام في المادة الدراسية التي هي القرآن أن يحصل على امتياز إن شاء الله، وفي نفس الوقت يضيف حفظا زائدا على حفظه. وإن شاء الله يعني نخرج الدفعة الأولى قريبا من هذه المدرسة من أتم حفظ القرآن كاملا بالقراءات. ما شاء الله، يعني إن شاء الله. ده عظيم جدا. سجد، مين من القراء المصريين العمالقة القدام؟ أحمد، أحمد نعينة. بتحب الدكتور أحمد نعينة؟ طبعا، وأنا كل يوم جمعة يعني جلست مع الدكتور أحمد نعينة في جامع الحسين. تقدر تقلده ولا صعب؟ إن شاء الله يعني. تحاول؟ إن شاء الله. ممكن نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدا وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله، الله يفتح عليك. ما شاء الله، الله يفتح عليك. سجاد، انا شايفه مخارج الالفاظ واضحة وصريحة، وكأنك يعني لغتك الأم هي اللغة العربية. اتعلمت ده في المعهد؟ تعلمت لغة عربية في إندونيسيا في المعهد يعني. لا، مخارج الألفاظ أثناء التلاوة. طبعا في إندونيسيا أولا. تعلمت مع الأستاذ يعني أحمد عين نووي، هو في إندونيسيا في المعهد. الحمد لله تعلمت كثيرا في المقامات القراءات يعني. الحمد لله نستمر، وأنا أستمع كثيرا من مولى الشيخ مصطفى اسماعيل ومولى الشيخ ياسر الشرقاوي ومولى الشيخ احمد معينه. ما شاء الله عليك. الحمد لله. الدكتور، عشان ندعم سجيت اكتر، ممكن نقدم له ايه؟ هل مثلا ممكن نوجهه لدراسه المقامات؟ نعم، هو في ان شاء الله عندما يبدا العمل في اكاديميه مواهب وقدرات، فيها اساتذه متخصصون يعني في المقامات وفي القراءات، وإن شاء الله يقفون مع سجد أولا بأول للمزيد من أن يكون يعني متقدما فيما هو متقن فيه إن شاء الله. أكيد. دكتورة نهلة، مؤخرا طبعا البلد كلها بتتجه للتحول الرقمي، وجائحة كورونا أجبرتنا
ان احنا نتعامل مع التكنولوجيا بشكل كبير جدا. في حال وجود الطلاب يعني الدارسين في جامعة الأزهر خارج مصر، هل بيتم التواصل معهم الكترونيا؟ هل بيتم يعني وجود حصص يعني من خلال الانترنت، ولا لا لازم يكون الطالب موجود بحيث ان هو يتلقى العلم وهو موجود جوه مصر؟ والله احنا كنا يعني قبل جائحة كورونا كنا قد تقدمنا تقدما كبيرا في التحول الرقمي باعتبار رسالة الأزهر تلك الرسالة العالمية، لأن معظم الطلاب إذا كان قد جاء هذا العدد وهو عدد ضخم، يعني عندما يدرس 40,000 طالب في رحاب الأزهر هو عدد رقم كبير، ولكن أكبر من ذلك بكثير يطلبون الدراسة في الأزهر الشريف وليس باستطاعتهم المجيء لأسباب عدة، فكان لابد من أن يكون هناك تحرك كبير للأزهر في هذه الناحية، لأن الأمر عندما يتعلق بالقرآن الكريم وباللغة العربية وبتعليم أمور الدين هذا فرض واجب، وهذه هي رسالة الأزهر العالمية. فبالفعل كنا قد بدأنا قبل جائحة كورونا وانطلقنا بالتعليم، وعندنا في الأزهر الشريف يعني سلسلة تعليم اللغة العربية التحفة الأزهرية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. هذه التحفة يعني أحسن صنع عن الأزهر الشريف إذا صنعها بهذه الطريقة، وكانت تحت إشراف مركز التطوير وخرجت من مركز التطوير، لأنها هذه النسخة في تعليم العربية خرجت في 6 مستويات مختلفة تماما عما هو موجود في تعليم اللغة العربية، ليس فقط هي دروسها لتعليم اللغة العربية وإنما فيها قيم الإسلام ومبادئه، كل القيم التي تتفق مع الرسالات السماوية، فإلى جانب تعليمها العربية فيها كذلك، وهي أيضا كل حرف فيها قد تم تشكيله مراعاة للطالب الوافد. هذه السلسلة تم العمل عليها. لازم يكون بيقرأ اللغة العربية؟ لا، هذه السلسلة ليس شرطا، لأنها بدأت أول مستوى تمهيدي من أول ألف باء، هي يعني تبدأ من أول من لم يتعلم ولم يعرف شيئا في العربية، ثم تنتقل هذه المستويات إلى أن يكون متقنا للغة العربية. بدأنا في هذه السلسلة أن تكون تفاعلية لكي يستطيع أن يدرب الطالب نفسه بنفسه بدون معلم. أيضا انطلقنا بهذه الفصول الافتراضية في أكثر من دولة، وكانت أولها دولة سنغافورة، بدأنا فيها ويعني عجبهم هذا وقالوا والله، وأقسموا لنا حتى وزير الخارجية وقد سفير مصر هناك في سنغافورة أشاد بهذا الدور الكبير وقال ما لم نستطع أن نفعله مع الدول المتقدمة صنعناه في مصر من خلال الأزهر الشريف. عظيم جدا. فكانت سبق يعني قبل يعني جائحة كورونا، ومستمرون إن شاء الله، لأن الرسالة العالمية تفرض علينا هذا الأمر. وعندنا وحدة في مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وحدة التحول الرقمي، يعني تشتغل على أكثر من برنامج والمنصة التعليمية لهؤلاء الطلاب الوافدين، إلى جانب الموقع الإلكتروني الذي يقدم جميع الخدمات للطلاب، حتى هناك نسمع شكواك من أول المنح عزيم. للتقديم للإقامات ويس. للجوازات لكل شيء موجود، حتى لدرجة نسمع شكواك. طيب وإحنا بنتكلم مع حضرتك يا دكتور، إحنا عندنا تقريبا كم طالب وافد بيدرسوا في الأزهر؟ ما يقارب 40,000 طالب، قد يزيد وقد ينقص، يعني طيب. يختلف من عام إلى عام في الحدود دي. طيب عظيم، إزاي ممكن نوظفهم في أنهم يكونوا سفراء للأزهر لنقل رسالته للعالم لشرح تعاليم الدين السمح؟ بالفعل نحن نعمل على ذلك، يعني طبعا كي أقول أنشطة المركز يحتاج إلى وقت طويل، وإن شاء الله يتسع ذلك الوقت فيما بعد، لكن بالنسبة لهذا السؤال تحديدا نحن بالفعل عندنا أكثر من شيء. أولا يوجد برنامج الدبلوماسية الحضارية، كيف نصنع هذا السفير الذي لابد أن يكون مختلفا في فكره وثقافته وعقله ومنهجه الوسطي، وهذا يتم من خلال أشياء كثيرة، وأول ذلك وأبسطه هو لجميع الطلاب من خلال مناهجنا. مناهج الأزهر طبعا نحن أصلحنا تماما مناهج الوافدين وتم تغييرها بالكامل، لا لأن كان فيها خلل، ولكن لأن ما يناسب الطالب الوافد لا يتناسب مع الطالب المصري. فكان أول ما ارتأه فضيلة الإمام وقمنا على تنفيذه وإصلاح مناهج الوافدين، وبالفعل هذا العام أتممنا كل المناهج، الصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي، وبذلك نكون قد انتهينا هذا العام من إصلاح المناهج من أول الأولى إعدادي إلى الثالث إعدادي، ومن أولى ثانوي إلى الصف الثالث الثانوي. هذه المناهج تعلم الطالب أشياء كثيرة جدا، الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام والعدل، وكيف يكون سفيرا لهذا الدين يعبر عنه بصدق، لأننا وقعنا فريسة بين من يكون متشددا في الدين جدا ومن يكون جاهلا بالدين جدا. ف
فهذا الصوت الذي هو منطلق من سفراء يمثلون مختلف دول العالم لا بد أن يكون موجودا، ولن يكون موجودا إلا إذا خرج من رحاب الأزهر الشهير. أكيد سجاد، يعني أنت فزت بالمركز الأول في الصوت الحسن لتلاوة القرآن الكريم، إيه أفرع المسابقة اللي جاية اللي أنت هتحاول تشترك فيها المرة الجاية؟ ستحاول الاشتراك بها؟ يعني طبعا سرت جدا لأن هذه المسابقة أول مرة في الأزهر الشريف والدول، والحاكم أيضا يعني كله مشكور، والأول يعني الشيخ زغلول كان هو الإمام في جامع الأزهر الشريف، ومن الشيخ الطروطي كان هو يعني القارئ المشهور في مصر وقارئ التلفزيون. عبد الفتاح الطروطي. نعم. الحمد لله، وأنا ببركة مركز التطوير ودكتور نهلة، شكرا لكم يا دكتورة على هذه المسابقة. يعني أنت تستحق، يعني أنت موهوب بالفعل. طيب إحنا هنعوز نختم معك بآية قرآنية، لكن قبلها عايزين نتحدث معك عن وجودك في مصر، موجود منذ 5 سنوات، تجربتك، تجربة العيش في مصر، أي الأماكن زرتها في مصر؟ يعني الأهرام طبعا، الأهرام، ولكن يعني مرة واحدة فقط الأهرام. أنت مقيم في القاهرة بإمكانك يعني الذهاب لها في أي وقت. الأهرام محافظة أخرى، محافظات سياحية، محافظات إسكندرية أثرية. إسكندرية وطنطا، هذا يعني لزيارة الإمام الأولياء الله الصالحين. وزرت إلى يعني إيه إلى مطروح سوى فقط. مطروح وسيوة. لف لفة كبيرة. لفت محافظات. بروح أماكن إحنا ما بنروحش. طيب خلينا نستمتع بتلاوة من تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم. ما شاء الله، متأثر بالدكتور نعينا قوي. شكرا لك. سجاد عبد الله الحائز على المركز الأول في الصوت الحسن لتلاوة القرآن الكريم بمسابقة الأزهر العالمية للطلاب الوافدين، شكرا لوجودك معنا، أهلا وسهلا بك. والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لك يا فندم، شرفينا. شكرا سجاد، نور مصر. نور مصر.